أنتم تستمعون إلى شبكة 4 للبودكاست، معكم أينما كنتم. تقول ميشيل أوباما: نجاحك ليس بكمية المال الذي تكسبه، إنما نجاحك يكون بالفرق الذي تحدثه في حياة الآخرين. ديات فينوس ما تنتهي، وفي كل مرة تتقدم وتحاول تترك أثر في العالم المحيط حولها. أو ريادة الأعمال بينهم قصة طويلة يتخللها كثير من المشاعر والأفكار، وهذا سيكون محور حلقتنا لليوم معي أنا مريم نور. في البداية عزيزتي فينوس، خلينا نتعرف شوي على ريادة الأعمال بصورة بسيطة ومفهومة للجميع. هي باختصار تبني فكرة أو إنشاء مشروع جديد يعتمد على الإبداع والابتكار والتطوير، مع الاستعداد للعيش كل المخاطر المتوقع حدوثها خلال الرحلة. ضيفتنا لليوم هي امرأة طموحة بدأت في عالم الأعمال من عمر صغير، وسعت لتصنع الأثر وتحول أحلامها لواقع مبهر. أهلا وسهلا نوف أبو الخيل، حياك الله معنا. كلميني شوي عن نفسك. أنا من أول وأنا صغيرة وكل أحد يسألني إيش تبغين تسوين، أنا I want to have my own business. فتحت أول مؤسسة لي كان عمري 18 في مجال الفود إندستري. كنت لسه قاعد أدرس، كنت توني أول سنة جامعة، وأنا درست فاينانس إدارة مالية. فحبيت إنه الحين أنتوا طبعاً you're familiar with مع الأساي بولز واللي الحين أغرب القهاوي يسوونها دوب بدوها بيك الحين كوزمو، اللي هو it's an أساي بيري، it's a healthy fruit. هي يعني صارت هبة من كم من سنة، بس أنا كنت أول واحدة أدخلها بالسعودية، جبتها من وكان شيء مرة حلو، it's a very healthy يعني fruit، it's a super food. فهذا كان أول يعني فنقول هذا أول تجربة لي في مجال الأعمال يعني، وكان مرة صعب لأنه ما كان يعني أنا جبت الأبروفل حق الأساي إنه يدخل بالسعودية من هيئة الغذاء والدواء، ويعني كان يعني بروسس مرة طويل، وأقدر أقول لك تعلمت منه مرة كثير لأني كنت قاعد أدرس بالجامعة بنفس الوقت، فهمت اللي قاعدة أتعلمه قاعدة أنفذ بشركتي، فهذا مرة ساعدني كثير للأمانة، لأنه يعني كنت قاعدة أسوي كل شيء من سيلز إلى ديستريبيوشن إلى إدارة إلى ماركتينج، كل شيء من A to Z. فيعني I had to be. اتشرفنا فيك يا نوف. طيب الفكرة لما نفذتيها كنت لحالك ولا اجتمعتي مع تيم؟ بديتوا تشتغلون مع بعض؟ أنا بديت كمرة مايكرو مانجر، أنا اللي أثني كل شيء لازم بهذه الطريقة وهذه وكذا وكذا وكذا، يعني كان عندي طرقي وأحب تتنفذ بهذا الطريقة. وبعدين هذا صراحة شوف بالبداية مرة مفيد، لأن بالأخير ما حد بيخاف على حلاله زي راعي الحلال، أقدر I create a team من اليوم إلى بكرة، بس بالأخير يعني إذا الواحد يبغى ينجح صدق لازم يكون واقف على شغله، ما ينفع أي دلقيت وبعدين أقول لك ما أنت تصرفي وعلميني إيش يصير، لا especially لما أنت توك بادي لازم أنت تكون فاهم بكل نقطة بالمشروع. طيب كيف كانت بداياتك ومن وين اكتسبت الخبرة هذه وكيف بديتي؟ إذا نقدر نرجع على خبرتي، أنه أنا بديت يعني ما في مجال ما اشتغلت فيه من ناحية إدارة الأعمال، اشتغلت زي ما قلت لك مع أوبر بالماركتينج والسيلز والأوبريشنز، بعدين سويت رحت الجي دبليو تي اشتغلنا بالادفرتايزمنت، كنت ماسكه الاس تي سي والاس تي سي بي اكاونت، كنا نعمل ادفرتايزمنت حقتهم دعاياتهم متى ما يكون عندهم منتج جديد او كونسبت جديد اشتغل معاهم كيف وي ماركتد. فصدق تعلمت مره كثير، وطول ما انا قاعده اتعلم قاعده اقول انا اذا فتحت شركه حسويها كذا، وانا فتحت شركه يعني كنت قاعد اخذ النقاط، او مثلا يعني انا عارفه اني انا قاعد اخذ خبره لهذا الوقت عشان بعدين اطبق هذه الخبره على شركتي. جميل جميل ما شاء الله عليك. طيب حابين نعرف من وين جاك هذا الشغف في البزنس، هل بسبب العائله او المحيط اللي حولك،
ولا أنت تفردتي بهذا الشيء عن الجميع؟ لا يعني أنا بابا بالبزنس بس يعني I wouldn't say إنه كان تركيزة مرة، بس يعني مثلا أنا ماما عندي دايتيشن، فماما in the health industry، ماما دايتيشن وجوليري ديزاينر، يعني I would say إنه صح بعينتي فيها إذا يعني مشاريع وكذا، بس بابا يعني من وإحنا صغار أقول لك يعني حتى في فترة من وأنا صغيرة كنت أقول له أنا أبغى أكون بيطرية، كان يقول لي ليش لا، يعني بابا من الناس اللي يعني find your passion و go for it، يعني لا تسمعي أحد يقول لك آه هذا المجال ما في فلوس ولا هذا المجال ما راح ينجح ولا هذا المجال، يعني كثير ناس لما كنت أقول لهم أبغى أكون بيطرية يعني لأنه أنا مرة أحب الخيول وكنت أركب خيول وأنا صغيرة، فكان يقول لي ليش لا تبي تكوني بيطرية سويها، يعني صح ما في أحد حولك وما في سعوديات كثير تسمعهم أنا أبغى أكون بيطرية، كان يقول سويها صح وأنت تحبين الخيول وممكن بالمستقبل مثلاً تفتحين عيادة especially حق الخيول، يعني فكان لما أجيل بفكرة ما كان يحطمني، يعني مهما كانت فكرتي ومهما كانت مثلاً شيء مرة غريب يعني لا يقول لي go for it، يعني اكتسبت من خبرة الأكيد، يعني أنا لو يعني الله يطول بعمره لو بابا ما كان من السبورترز يعني اللي معاي ما كان وصلت اللي أنا وصلتها. جميل، لو قلنا أن في وحدة حابة تبدأ في مجال الأعمال بشكل عام بس ما عندها دعم الكافي وتشجيع حتى تطبق أفكارها أو تطلعها للنور، برأيك يمكن يكون هذا سبب أو عائق أنها ما تقدر تبدأ ويمكن تستسلم؟ لا أنا نصيحتي يعني الشراكة، للأمانة الشراكة تفيد، يعني أنا وسلطانة شريكتي لأننا ما عندنا خبرة مجال أم ولا أعرف ولا أحد عنده بدون مبالغة، يعني لا الوالد ولا أي أحد من شركائي عندهم خبرة مجال البيوتي، بس بالأخير الشركة هي شركة، الموظفين حتتعامل معهم زي أي شركة ثانية regardless هي بيوتي ولا مو بيوتي، أهم شيء أنت حابة هذا المجال خلاص أدخلي هذا المجال، بس when it comes to مثلا إدارة حتى لو ما عندك منتور على الأقل وظفي ناس مثلا عندهم خبرة قوية بالـ HR بالـ operations، يعني whatever المجال حقك، مثلا خلينا نقول حتفتح سبا، افتحي سبا حتى لو ما عندك منتور، بس خلي يعني يدك اليمين وحدة وتوظفينها تكون مثلا عندها خبرة بإدارة الصالونات والسباز، صعب الشخص ما يلقى منتور لأنه يعني ما هو عائق، يعني بالأخير هتلاقي ناس حاكين ناس عندهم conversations، إذا صدق عندك سؤال مو لازم أحد يكون من عيلتك، مو لازم أحد يكون صديق، في الإنترنت كمان، يعني يا ما كثير ناس بدوا من الصفر، إذا الواحد عنده الرغبة إنه يبني شيء حيسويه. جميل، ما شاء الله عليك. بما أنك بديتي بدون خبرة وبدون ما أحد يأخذ بيدك ويعلمك، هل عندك معنى أنك تقدمين المساعدة للمبتدئات في هذا المجال؟ ولا تخافين من المنافسة؟ بالعكس ما عندي مانع، يعني أنا زي ما كثير ناس ساعدوني في بدايتي والسوق يعني يقدر يشيل 60-70 سبا زيادة، فأنا بالنسبة لي دائماً المنتاليتي حقي حلو الكومبيتيشن، لأن الكومبيتيشن يخليك دائماً يعني on your toes، أنا إيش أقدر أقدم أفضل، إيش أقدر أحسن، إيش أقدر، فهمت قصدي؟ بس كمان من المهم انك تعرف ان رزقك على الله بالاخير، فما فيها عيب انك تساعد ناس ثانيين. كثير ناس، يعني واحده كانت زبونه عندنا وكانت تجينا كل اسبوعين، ارسلت لي سبا قالت انه ابغى احكي مع الاونر عندي كذا سؤال، قلت هذه رقمها، حكيت معاها قالت انا والله مستحيه منك وكذا، وانا ما ابغاك تحسي انه انا قاعد اسرق فكرتك، بس انه انا اصلا من جده وانه ما شاء الله في جده ما في كواليتي، فاني اذا وقتك يسمح لك انا ودي اقابلك لو ساعه بس اخذ من يعني اسالك كم من سؤال، قلت لها اكيد بالعكس، يعني مشرفني ان احد يسالني ويبغى رايي يعني مواضيع، في كثير أشياء للأمانة، يعني لما يجي الموضوع للسبا والبيوتي اندستري في كثير أشياء كان ممكن أختصرها، بس لأنه ما كان عندي يعني أحد منتور سبيسيفيكلي بهذا المجال يعني I had to go through it، بس ما I don't regret it الحمد لله، يعني زي ما قلت تعلمت مرة كثير أشياء، فقعدت معاها وساعدتها وقلت لها بالعكس ابدأي هنا ولا تضيعين وقتك بهذه الأمور وسوي بهذه الأمور وركزي على هذه الأمور ولا تضيعين فلوسك على هذه النقاط، يعني بالعكس، يعني أنا بالنسبة لي صعب الشخص ما يلقى منتور، لأن
يعني هذه واحدة she's a stranger وما استحت وطلبت مني رأيي وقدمت لها إياه. هل كونك مديرة نفسك يعني أنك ما راح تتعبين بالشغل وتعملين اللي تحبيه وقت ما تحبين يكون عندك إكسترا تايم؟ أنا من 3 سنين ترى هذه أول مرة آخذ إجازة. يعني من 3 سنين أنا أشتغل 24/7. يعني حتى كذا مرة كنت أروح أبكي عند أهلي يقول أنا بعد ليش طويت بنفسي، يعني أنا كنت أحس الشغل صعب وكنت أكرف من 9 لـ11 بالليل يعني، وكنت أقول وش هذا اللي ما في إجازة وحتى بإجازتي حاكلني. قلت أنا الحين بفتح بزنس وبرتاح نفسيا وأنا مديرة نفسي. يعني أصعب شيء أنه أنت مديرة نفسك لما يكون عندك ضمير وعندك طموح وتبغى توصل وتبغى تكبر وتبغى، بالعكس هنا يعني خلاص the business is gonna take over your life. طيب بناء على كل الوقت اللي انت تاخذينه بالشغل حتى يمكن ياخذ وقت من اجازتك زي ما ذكرتي، خلينا نسالك شوي عن الاداره. متى لازم توقفين على كل شيء وتتابعين كل صغيره وكبيره، ومتى تسلمين شغلك لغيرك؟ ما ينفع تقولين البزنس حيمشي حاله، لا. اذا انت تبين فرع واحد وخلاص روقتي وبزنس بسيط ممكن، بس لا يعني مثلا انا زي قاعده افتح فرعين زياده ان شاء الله هذه السنه، الفرع الثاني بيفتح بعد ان شاء الله مو اكثر من 2 أسبوع، الفرع الثالث نهايه السنه، فدائما الشغل دائما قاعد يكبر. بس كل ما يكبر كل ما اقدر انا اي ديليجيت جوبز، هذا اللي اقول لك تعلمته هذه السنه انه ما راح اقدر مهما حاولت ما راح اقدر انا اسوي كل شيء يعني. بس الحمد لله توفقت انه وظفت ناس اوريدي عندهم خبره، مثلا اسال مثلا انه ابغى اجيب مثلا كذا كذا عماله، يقول لا عشان نقدر نجيب كذا كذا عماله لازم نوظف بهذه المناصب اللي الاستقبال الاداره، لازم امليهم سعوده مثلا، يعني تفاصيل صغيره مثلا انا ما اكون عارفتها قبل. بس الحمد لله توفقت بتيم يعني يساعدني اني يشيل عني هذه الاشياء الصغيره عشان انا اقدر اركز وافكر بتوسع الشركه. اعرف للاسف كثير بنات فتحوا مشاريع بس مثلا تقول خلاص لا انا خلاص اي هايرد مديره وانا بس ابغى الانكم، والله سنه سنتين ثلاثه بالكثير ويقفلون خلاص تصير ديون الدنيا. طيب جميل، وش هي أهمية الشراكة في البزنس؟ للأمانة أنا يعني كثير ناس خوفوني من الشراكة بالبداية، أوه كيف حتدخلين، ما يعني عندنا هذا المثل يعني أو العقلية بالمجتمع إنه لا تدخل شراكة مع أصحاب أو أقارب. يعني مثلا الحين مشروعي هذا يعني البزنس حقي هذا السبا، أنا عندي شريكتي صاحبتي يعني من أقرب صحباتي اللي هي معي بالمدرسة ومنها اي سكول، واحنا اصلا نقول نبغى نفتح سبا، فهو كان حلمنا اصلا انا وياه انه احنا نفتح سبا من واحنا صغار. وشريكي الثاني كمان ولد عمتي، ولد عمتي يعني ما شاء الله اوريدي استابلش مجال الاعمال وعنده شركات وعنده خبرته. كان عندي شخص اعرف انه سند لي ومتى ما احتجت ما استحي اني اقول احتاج احد يساعدني. جميل. طيب كلمينا بالتفاصيل أكثر عن أول بزنس سويتي، صراحة جذبني وحابة أعرف تفاصيل أكثر والتحديات اللي واجهتك فيها. أنا ترى أول مشروع أنا فتحته لحالي، يعني ما أعتقد أنه حتى لو كملت فيه، أنا فتحته سنة وقفلتها، ما أعتقد لو كملت فيه كان نجح للأمانة، لأنه غير أنه أنا كنت صغيرة، غير انه انا كنت يعني مشغولة بدراستي واختباراتي خصوصا وقت اختبارات، وانت مثلا حالك ما اقدر اروح ادير وادير عمالة وموظفات ولما يكون الشغل سنسيتيف زي الـ F&B يعني مثلا عندك فاكهة عندك اشياء زي كذا تخرب. كنت ياما اجيب مثلا كميات واجي اليوم اللي بعده اول ما كل الفاكهة خربت، ليش؟ والله من استهتار المديرة ما حطت مثلاً فاكهة بالثلاجة، يعني عشان كذا لازم تكون متفرغ. يعني أنا أول ما بديت في الشركة كنت لسه قاعدة أشتغل بالإنفستمنت فند، فصرت أرجع من الدوام مهلوكة وحاطة كل ضميري بوظيفتي، أرجع يصير خلاص أنا ما فيني طاقة إني أأدي لشغلي. فمسكني بابا قال لي أنت تبين تفتحين مشروع تفرغي له، ما ينفع اللي قاعدة تسوينه الحين إنك عندك وظيفة قاعدة تشتغلين. قلت له إيه بس يعني أنا كمان سن يعني عمري 21 22 23، أبغى أعيش الراتب يعني اللي أنا حقدمه لنفسي بالبداية مو نفس الراتب اللي حقدر أخذه من وظيفة. كل يعني أشوف ناس من متخرجين معي بالجامعة وين وصلوا بوظائفهم وكيف يعني مثلا
يعني خلينا نقول قدروا مثلا يستثمرون باشياء ثانيه او اسهم او كذا، بس انا الكاش فلو كله اللي يجيني مثلا من الراتب البسيط اللي اعطيه نفسي، هذه من التضحيات اللي اقول لك صدق يعني تاثر بالبزنس. رضيت انا براتب حتى اقل من الستاندرد راتب السعودي، بس ليش؟ عشان اعرف انه اوكي انا يعني حمسك على نفسي وحمسك على مشترياتي، واني يعني مطاعم وقهاوي يعني لدرجة حتى قهوة فطورية في البيت ما أروح أشتري قهوة من برا، لأنه أحسب كل ريال وأطور، ومثلاً حتى أشيل من راتبي أحطه براتب أحد عنده خبرة. جميل. إلى جانب هذه التضحيات اللي أنت سويتيها وضحيتيها، هل هناك تضحيات أخرى بما أنك يعني كونك امرأة بإمكانك كنت تعيشين براتب ترقيات وظيفية وحياة بسيطة وما فيها كل هذه التعقيدات؟ يعني زي ما قلت لك، أول شيء صراحة أود سي أنه كان ساكرفايس بالنسبة لي أني أترك وظيفة يعني مثلاً راتبها، وظيفة يعني أنا كنت ممتازة فيها، يعني أنا أعرف لو أني قاعدة بهذه الوظيفة كان أنا وصلت يعني ليفل برتاح جداً جداً من المرتب حقي. أنا كامرأة سعودية الحين أنا ماني متزوجة، أنا ما عندي مسؤولياتي كزوجة كأم، فأنا قلت هذا هو وقتي أني أنا أضحي بوقتي وأضحي بوناسي، يعني أشوف صحباتي يسافرون ويجون والشوبينج وهذه الأشياء، I can do all of this لو أنا قعدت بوظيفتي، بس أنا أفضل يعني أنا شفت الأفضل لي أني أنا أضحي بوقتي وأضحي بوناسي وأضحي بوظائف وأضحي بالوقت أضحي بالوناسة. يعني ياما مثلا يجي أيام مثلا أقول مثلا بكرة ما رح أروح الشغل لأنه مثلا عندي كذا أو عندي ملتزمات عائلية أو عندي عندي عندي، خلاص أنا أعرف يعني حاليا الشركة هذه هي it's my baby، فأنا I will grow it 3-4-5 years بضحي. حتى يعني حتى الشركاء لما دخلوا قلت لهم أنه لما بفتح الشركة وأمقنا معانجت وكذا، قلت لهم 5 سنين لحد يقول لي وين الربح، 5 سنين يدخل الريال، الريال حيرجع للشركة بالتوسعة بالعدد services اللي هو كل ريال يدخل is going back into the company عشان نوسعها. فأقول لك أكثر شيء يعني ضحيت فيه اللي هو مادياً طبعاً، وقت يعني أقول لك كمان وقت مع أهلي، وقت مع أصحابي كثير أيام يعني أبغى أتغدى مع أهلي بس يعني مثلاً ما أقدر أطلع من سبا لأنه مثلاً عندي مقابلات ولا عندي مشكلة بسبا، ولا لازم أدي لازم أحد يكون موجود يعني قدام، صراحة الشخص عنده شغف ما رح يحتاج أي شيء ثاني. اتخذت القرار أنه خلاص أنا لازم أبدأ مشروعي أو لازم يعني أبدأ ماي بزنس؟ كنا نشتغل من البيت وقت كوفيد، وكنت أنا أشتغل من 10 الصباح لـ3 الفجر ما أنساها، كان وقت رمضان وبالنسبة لهم يعني في شركات الله يهديهم كمان يعني يهلكون الإنسان، فكنا قاعدين نشتغل على البروجكت يعني فكان أنا كمية الشغل عندي غير منطقية، كنت صدق والله ما أنام، يعني الناس كانت تحس إنه إيه كوفيد working from home إنه رواف، لا أنا كانوا يعني شركتي كانت تحس إنه إيه أنتي تشتغلين من البيت ما عندك شيء ثاني مهم، يعني أقعد بغرفتي أشتغل. بعدين استوعبت قلت أنا هذا الكرف اللي أنا قاعدة أعمله كله، فكلمت صاحبتي كانت لسه في أمريكا قلت لها اسمعي تذكرين لما إحنا كنا بالمدرسة وكنا نبغى نفتح سبا وما أعرف إيش، قالت إيه، قلت لها أنا عم قردود تبي تدخلين معاي ولا لا، قالت أنا معاك، قلت خلاص أوكي. طب وش رايك بالمسرعة الاعمال او الحاضنات اللي الناس بدت تتوجه لها؟ بيسكلي لا صراحه ما فكرت اني اروح لاحد فيهم لانه كنت ابغى اشتغل، انا ما كنت ابغى يعني اروق ولا اريح، انا هدفي انه انا ابغى اشتغل بس ابغى اشتغل لنفسي، ابغى اطور مستقبلي انا، فما شفت هدف اني اوظف، بس بالبدايه I don't believe hiring someone to open your business for you. صح you can 1,000,000% hire people for advice، بس كمان ترى بالاخير يعني افضل شيء الواحد يتعلم من نفسه، ترى يعني الناس كثير تخاف من الاغلاط بس انا ما تعلمت قد ما تعلمت من الاخطاء للامانه، هذا اكثر شيء يعلمني صدق يرسخ في بالي. هل تشوفين انه هناك عمر محدد للمراه انها تبدا يعني بزنس خاص فيها قبل ما تدخل في عالم مسؤوليات الأولاد والزواج، ويعتبر هل إذا دخلت في هذا العالم يعتبر أنه خلاص القطار فاتها ولا يعني تقدر؟ هنا أقول لك عادي go for it، حتى لو أنت أم حتى لو عمرك
60 سنة، ما في شيء اسمه البزنس ما هو محدد بالعمر معين. ممكن مثلاً اللي يكون عندها مسؤوليات واللي يكون عندها أشياء أخرى. طبعاً أنا دائماً نصيحتي إذا أنت يعني don't invest money you can't afford to lose، هذا رقم واحد. إذا خلنا نقول مثلاً إذا خسرتي هذا المبلغ اللي أنت حطيتيه بالمشروع حيأثر على حياتك بشكل كبير، أجل لا. يعني صراحة أنا لأنه بالأخير استفدت كثير في جات، يا تنجح يا تصيب يا تخيب. طيب نصيحة لكل فينوس حابة تبدأ مشروع خاص فيها. أول سنة يعني أمسي أول سنة أكثر شيء تكون يعني متفرغ تماماً للمشروع، لأنه حيطلب منك كثير من ناحية الوقت، من ناحية الاهتمام، من ناحية يعني اعتبره طفل ثاني. الطفل حياخذ حياته 24 ساعة لمدة أول سنة، لما خلاص طبيعة البزنس تشيل نفسه من ناحية ما عاد يصير عندك كاش فلو إيشوز هذه الأشياء. يعني فا يعني takes a mental toll on you. بس دي success does not mean إنه بس تفتح مشروع. success إنك يعني تتقن أي عمل تعمله، عندك ambition، عندك شغف، عندك vision of what you want to achieve in your life، حتطلع الطرق إنك توصل هذا النقطة من تحت الأرض. تشرفنا جدا بحضورك أستاذة نوف، وشكرا لك على كل المعلومات اللي قدمتيها، واستفدنا منك جدا، وإن شاء الله موفقة جدا بمشروعك وبزنسك، ونشوفك في كل مكان. شكرا. حتى أنت شكرا. أنا معكم في التقديم مريم نور، وفي الإعداد لمن محيميد وميمونة حسين، وماريا محمد في المونتاج والهندسة الصوتية.